ازاي حضراتكم طيب احنا مقبلين على قمه المناخ وهتبقى في نوفمبر القادم شرم الشيخ قمه تحت اسم كوب 27 طيب العالم بيفكر ازاي؟ هو ده بقى سؤال مهم، بيفكر ازاي في انقاذ البشريه ودي كلمه حقيقيه واقعيه جدا من التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري؟ بنفكر ازاي؟ خلونا نرحب جدا بضفنا داخل الاستوديو دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئه العالمي وامين عام اتحاد خبراء البيئه العرب اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا ازاي الصح؟ الحمد لله كله تمام كيف يفكر العالم في انقاذ البشريه اللي احنا بنشوفه من تغيرات مناخيه شيء يخض مين كان يصدق جفاف في بريطانيا مش عارف امطار في عز الصيف حاجات غريبه جدا هو الحقيقه يعني هي ليست مفاجاه للخبراء والعلماء م. احنا بنعتبر ال سنه اللي احنا فيها دي هي اصعب 100 سنه في تاريخ الكره الارضيه بالنسبه للتحولات المناخيه وفي نفس الوقت ما حدث في الفترة الأخيرة على مدار الخمسين سنة الأخيرة لم يكن في توقع أحد أن احنا ممكن نوصل لدرجتين ونص في عشرين خمسين لأن احنا بنتكلم على ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية إحنا ما بنتكلمش على درجة حرارة الأرصاد ايوه ساعات بنطلع نتكلم في بيفتكروا درجة الكوكب لا احنا بنتكلم على درجة حرارة الكوكب، مم. درجة حرارة سطح الكرة الأرضية أيوة. المفروض إن آخر 100 سنة اللي فاتوا زادت في ال سنة تسعة من عشرة، ما وصلتش درجة. مم. فكنا متوقعين إنه بالكثير مع كل الثورة الصناعية اللي حصلت والتسخين وحرق الفحم والبترول وكل أنواع الوقود الأحفوري ده. قلنا احتمال يعني إنها تبقى في عشرين مية يبقى مثلا واحد ونص درجة لكن للأسف التقرير وده اللي أزعج العالم اللي صدر عن سكرتير عام الأمم المتحدة وكان طبعا قال بنفسه سكرتير عام الأمم المتحدة إن إحنا في مرحلة في منتهى الخطورة لأن احتمال عشرين خمسين هنكون معدين درجتين وشوية مع إن إحنا كنا بنحلم ونأمل إن إحنا في آخر المئة سنة نوصل درجه ونص م. دي الخطوره اللي اشعلت الضجيج حول العالم وخطوره الموضوع وده اللي بيلقي طبعا مسؤوليه على مؤتمر الكوب 27 في شرم الشيخ انه المره دي مش هينفع زي المرات السابقه كل مره يتحط التزام ويهرب الدول الصناعيه من هذا الالتزام، فطبعا احنا عارفين في 20 دوله على مستوى العالم هي الدول الصناعيه الكبرى. بس الاقل التزاما فيهم دايما امريكا والصين. امريكا والصين اللي هم اكبر ناس. هم اكبر مستهلكين وأكبر اكبر انبعاثات. آه. واكبر انبعاثات، يعني حضرتك بتتكلم على تقريبا 85% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الست. فكان الامل انه يبقى في جلاسكو اللي فادي يتوقع ففي م. جلاسكو ما تمش التوقيع وعلى اخر لحظة بدل ما يكتبوا التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والبترول كتبوا انه خليها الخفض التدريجي كلمة الخفض لغة التخلص م. يعني كنا مستعدين نخلي التخلص على مدار خمسين سنة لكن لما قالوا بقى كده خلاص خرج الموضوع ما بقاش فيه التزام بالتخلص، وانا اعتقد ان ده السر انه في حجم المفاوضات واللقاءات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها مع الرؤساء والملوك انه المره دي هيبقى من الصعب ان انت تخرج بالمؤتمر ما يكونش فيه التزام بمدى زمني لخفض تدريجي لغازات الاحتباس الحراري، بالترتيب اللي انا بقوله كده. مدى زمني محدد لخفض تدريجي لغازات الاحتباس الحراري يعني ان انت بتخش على حضاره جديده انا دايما بنطلق الحضاره على الوقود يعني حضاره النار لاول مره ايام سيدنا ادم وبعديها حضاره الفحم لما اكتشف الانسان ان الفحم يقدر يبقى وقود وبعدين حضاره البترول وبعدين دخلنا في الطاقه النوويه ودخلنا في الطاقه الشمسيه وفي طاقه الرياح فاحنا دخلنا في انواع الطاقات الجديده والمتجدده الجديده والمتجدده دي معناها ان انت بتعمل حضاره جديده وهذه الحضاره هي حضاره الوقود النظيف وبالتالي خفض انبعاثات هذا الحجم من التلوث اللي تقريبا سمم الغلاف الجوي يعني احنا مثلا يقول لك الانسان ياخد حوالي 4.5 كيلو جرام هواء في اليوم وياخد كيلو ونص جرام غذاء في اليوم وياخد 2.5 كيلو من المياه في اليوم احتياجاتك البيزك نيدز دي الاحتياجات الاساسيه, الأساسية في دول النهارده مش لاقيه تشرب الجفاف ضرب الصومال مثلا وضرب عده دول في افريقيا الانهار مين اللي كان يصدق انهار اوروبا تجف؟ مين اللي كان يصدق ان الدنوب والراين ما يبقاش فيه ميه وان المراكب اللي كانت محتاجه 50% من ميه النهر و 60 و70% النهارده مش مش عارفه تمشي لان 25% حجم الميه اللي موجوده في انهارهم. اللي شفناه لم نكن نتخيله. خالص ما حدث في اوروبا لم يكن احد في اسوأ الحالات من خبراء المناخ في العالم يتوقع هذا الموضوع. ده بيعمل حاجه اسمها كلايمت شيفت يعني ده ده مش تغير مناخي ده بيعمل انقلاب انقلاب مناخي. يفكرك بافريقيا لما كانت غابات. <applause> ما ايه اللي حصل حصل انقلاب مناخي بقت منطقه الغ... الفيوم دي كانت منطقه ال... الحيتان اللي هي البر المائيه بتاعه سيدنا يونس دي ما هي جاي... ما هي نفس ما هي موجوده عندنا ال12 موجودين في, في في الفيوم عندنا هي نفسها ايه اللي حصل اللي حصل هو درجه الحراره والجفاف العاملين اللي بيدمروا كل الحضارات والعاملين اللي بيغنوا كل الحضارات حد كان يصدق إن الامارات والسعوديه يبقى فيها في عز الصيف هذا فيها. الحجم من السيول والامطار رزق ربنا يعني حاجه بقى يعني, <تصفيق> <تصفيق> يعني حاجه ما يحدث قرب من يبقى كلايمت قرب أوه. من يبقى انقلاب مناخي لانه اللي, بي... اللي احنا بنحق... مش لاحقين نرصده اللي احنا بنحاول نرصده من حجم التغيرات المناخيه شيء يعني لم يكن يتخيله احد لكن ده ي... يرفع رايه حمراء وانه لم تق... لم يعد الغلاف الجوي قادرا على, على انه يعمل احتباس هو عمل احتباس حراري آه. مش عارف يطلع الحراره بره سطح الكره الارضيه كوكب لا يتنفس لا يتنفس لان الغلاف الجوي نفسه الجزء الفيزيائي بتاعه بقى عامل زي زجاج السياره مم. فحبس الحراره مش عارفه تخرج وتطلع الانفراريد افكت. اه الاشعه تحت الحمراء آه. مش عارفه تطلع بره سطح الكره الارضيه كانت الاول بتطلع للغلاف الجوي بالكامل ثم إلى الفضاء دلوقتي بتتحبس وتترد للكرة الأرضية تسخن سطح الكرة الأرضية يعني بقت النتيجة عكسية طب هو لو تم كافة اتخاذ كفة الإجراءات التي توصي بها كافة المؤتمرات وقلنا من بكرة كله هيلتزم حجم استعادة الكوكب لصحته تيجي خلال مدة قد إيه في ال 25 يعني... سنه الاولانيه ممكن نعمل ريستوريشن للفاقد لو حصل ال... لو حصل فعلا جديه والتزام بوقف حجم الانبعاثات والتزام الاتحاد الاوروبي قال انا 2035 هخف هلغي كل السيارات اللي تمشي بالديزل الاتحاد الاوروبي دلوقتي هيرجع يشتغل محطات الكهرباء بالفحم بالفحم والنووي فهو نتيجه ال... 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 الازمه اللي حاصله في العالم والصراع الدولي اللي حاصل في العالم وطبعا بعد انفلونزا وبعد كورونا وبعد كذا ففي مجموعه كوارث عملت نوع من العطل للتقدم البشري م. وفي نفس الوقت زادت من المؤثرات السلبيه. أيوة. يعني احنا طبعا في مجموعه من الخبراء وانا منهم متصور انه الفيروسات والبكتيريا الجديده اللي احنا بنسمع عنها هو تحور حصل بسبب, بسبب تغير, تغير المناخ طيب. انت تقول نسبته على 25% انا اقول لك لا 35% لكن لا يمكن تجاهل دور تغير المناخ في ظهور امراض وفيروسات وبكتيريا وامراض اختفت تماما تطلع يحصل لها في ليه رب طيب بما انه ان ان العالم استحاله هيخلق او بالاصدق هينفذ كل التوصيات أنا يمكن سؤالي الأخير هيبقى دكتور مجدي إذا رشح الدكتور مجدي ثلاث التزامات يراها هي الأهم أو حتى التزام واحد من شأنه إنه يعمل عملية إعادة تعافي سريع للكوكب يبقى إيه؟ الوقف الفوري في فترة قصيرة في فترة قصيرة لاستخدام البترول والفحم ورخص سعر الطاقة البديلة طاقة شمسية م. وطاقة رياح وطاقة المساقط المائية و... والهيدروجين الأخضر وال... وهذه الطاقات الجديدة لو حلت محل الطاقات الأحفورية القديمة من الممكن في الخمسة وعشرين سنة القادمة نقدر نعمل ريستوريشن لجزء كبير جدا قد يصل إلى أربعين في من استعادة كثير من النظم م. البيئية م. اللي بيشجعنا على كده ان لما اشوف التجربه بتاعه مصر في البحيرات مثلا في بحيره المنزله والبرلس آه. ومريوت. ومريوت انت النهارده تمشي شايف الميه زرقاء كانها صحيح. جايه من البحر المتوسط هو كل اللي حصل احنا عملنا ايه شلنا كل الملوثات كلها آه. ومنعنا اي تلوث يخش وعملنا درين فاتح قنوات مع البحر المفتوح بواغيز علشان خاطر عملت البحر بقى له ازرق تمشي دلوقتي وانت داخل الاسكندريه آه. شايف مريوط كانها بتاعت الحمله الفرنسيه آه. يعني الميه نقيه تماما في المية. لان الكركات اللي استخدمت جابت حتى القاع بتاع البحيره وبالتالي ما يطلق عليه استعاده النظم البيئيه آه. من الممكن لو لو استطعنا وقف الملوثات الملوثات بكل انواعها والست غازات المسببه للاحتباس الحراري اذا توقفت او انخفضت تدريجيا ستعود الغابات وستعود صحه النقاء الهواء والمياه مره اخرى اذا التزمت البشريه بذلك. يا رب دكتور مجدي نورتنا وشرفتنا و... ونحب دايما نستفيد من حضرتك كما جرت العاده الف 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 شكر ليك مؤخرينك احنا بتوع الليل واخر الظهر بنخلص الساعه واحده نورتنا يا فندم كل الشكر لي كل الشكر دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئه العالمي جي اي اف وامين عام اتحاد خبراء البيئه العرب خلص الكلام النهارده ولكن لازال الكلام مستمرا في التاسعه استنونا بكره باذن الله سبحانه وتعالى وبرنامجكم التاسعه سلامات